راح تشوفوا شيء ايش يسوي الان. الاهل السنه انه غير صحيح. عنده هو ماذا؟ من الذي قال غير صحيح؟ يلا جيب لنا النصوص. يهرب من معبوده. وانا استطيع ان اثبت لك ان علي هو الذي فتح، وان عمر عمر يا انت ما قرات، اقرا عندي موضوع دور علي وتلاميذه في الفتوحات، واقرا انه لمن الفرس جمعوا 150 الف جندي في نهاوند. الله، شوف الغباء. نهاوند من اخر المعارك في بلاد فارس. نهاوند سبقتها القادسية وسبقتها المدائن وانحاش كسرى وسقطت دولته وامبراطوريته، انحاش، ما تبقى من الفرس الى نهاوند. سقطت العاصمة المدائن على ايدي الصحابة بقيادة سعد بن ابي وقاص. يا الله، شوف ايش قاعد يسوي. يختلق تاريخ، يختلق روايات، يختلق قصص، ولا يذكر مصدر واحد. نصيحة لوجه الله، نصيحة لوجه الله، اقولكم يا اثني عشرية، اذا تكلم واحد من هؤلاء اطلبوا المصدر وابحثوا فيه، والله انهم كذبة. وهذا اكبر دليل عندكم الان. اسمع القرآن. تلاميذه في الفتوحات، واقرأ أنه لمن الفرس جمعوا 150 ألف جندي في نهاوند، وقالوا أنه نسترجع ما أخذه منا العرب ونقصد مدينتهم أصل هذا الدين. الله، الحين في نهاوند اللي يعتبر شرق إيران الآن، وبيروحون يفتحوا المدينة. الصحابة قاعدين في المدائن العاصمة، الصحابة مسيطرين على الدولة، يروح المدينة من وين؟ يروح المدينة وين؟ شوفوا، كذاب، ولا عنده حتى معلومات تاريخية. وعمار ابن ياسر رحمة الله عليه أرسل رسالة إلى عمر، ويرويها الواقدي ويرويها الواقدي. كذاب عند أهل العلم. شوفوا شوفوا من وين يجيب المصادر. لا راح نعطيك. كذاب الواقدي عند اهل العلم. لا ما شفتوا شيء. هذا الكوراني، هذا مصنع الكذب الكوراني. ابن الاعثم في الفتوحات لما وصلت الرسالة، كيف لما قرأها عمر، كيف انه سمعنا اطيط اضراسه. تقصد ابوك؟ ولك عمر مرسل عليهم 30 ألف، اسقطوا 120 ألف في القادسية، قاتلك الله، واسقطوا المدائن وهرب منها الفرس، وكانت لله من النصرة ايات باهرة في القادسية وفي المدائن وبعدها في نهاوند. ولك الفرس منحاشين خايفين، يروح المدينة وين؟ قبحك الله، مجوسي. قال تصطك اضراسه، هذه تصطك اضراسك انت اذا قابلت العرعور. على بالك كل الناس تصقصق اضراسه؟ لا، هذه يوم قابلت العرعور قعدت تقرقع، حتى عمتك قاعده يعني ترجف. واخذه الافكل وقال يا اصحاب محمد اغيثوني. وكيف جاء علي سلام الله عليه واعطى الطرح، هو اللي قاده، هو اللي قال ابعث النعمان ابن مقرن وغيره. الله، خاف عمر وجاء علي المنقذ وقال لبعث فلان. ها، يعني علي مو باللي فتح، النعمان ابن مقرن وليس مقرن. قرنك الله مع احبابك في الدار التي يعني تأتون عليها. اجل علي مو اللي فتح، النعمان ابن مقرن. شفتوا يا اخوان شلون؟ يعني عمر مو اللي فتح يا اخوان. نعيد. لا، عمر ويرويها الواقدي ويرويها ابن الاعثم في الفتوحات لما وصلت الرسالة. طبعا الرواية موضوعة ملفقة مكذوبة، يعني ولا اشك ان فيها من الكذبة والروافض ما الله به عليم. نطعن في عمر كالعادة في رواياتهم. نكمل، الواقدي كذاب يا اخوان. كيف لما قرأها عمر، كيف انه سمعنا اطيط اضراسه.
وأخذه الإفكل وقال يا أصحاب محمد أغيثوني. وكيف جاء علي سلام الله عليه وأعطى الطرح، هو اللي قاد، هو اللي قال لأبعث النعمان بن مقرن وغيره. وكيف لما انتصروا في نهاوند قال لا تنساحوا لداخل إيران، هذا بحرا من نار المسلمين. أنه حديثه غير صحيح، أنتم لستم من المسلمين معنا. لداخل إيران وقبل هذا بحرا من نار، بيني وبينهم بحرا من نار. انزين، وقال أن في البخاري ومسلم، قال في البخاري ومسلم، الحين راح تشوفون. نعم، قال عمر ذلك. إذا ليس في البخاري ومسلم في مصادر أخرى عمر. إلى الآن وجع وجع يا دجال. إذا مو في البخاري ومسلم في مصادر أخرى، شنو المصادر؟ ما في مصادر. اسمع يا شيعي، اسمع شيخك الكذاب شلون يكذب على البخاري ومسلم. لما حشر ناصر الدين قال إذا مو في البخاري ومسلم في مصادر أخرى. أعيد مرة ثانية لتسمع كذب شيخك يوم يكذب عليكم ويقول الروايات في البخاري، الروايات في مسلم. دايم والله العظيم مشايخكم في قنواتكم في حسينياتكم يروون ويقولون هذا في البخاري، هذا في مسلم، هذا في الصحيح، هذا صححه أهل السنة، وهم يكذبون. أجمع العلماء على تصحيح الرواية وهم يكذبون. هذه عينة لك تشوفها وانت تسمع الآن، تسمعها بأذنيك من فم شيخك القراني الكذاب. اسمعها الآن. ساحوا لداخل إيران، هذا بحرا من نار. نعم، قال عمر ذلك. إذا ليس في البخاري ومسلم في مصادر أخرى. كبروا يا مسلمين، كبروا. كذاب كذاب رب الكعبة نسب إلى البخاري ومسلم. فلما حشر أخونا نصر الدين قال إذا ما كان في البخاري ومسلم في مصادر أخرى، شنه المصادر؟ ما راح يجيبها لأنه ما يملك مصادر. الله أكبر ولله الحمد لله. درك أخي ناصر الدين. وانبرت تسمع البغين أنغم الممات، جلجلت 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 عاليا في الأفق صيحة العباد. وانبرت تسمع البغين أنغم الممات، قادمون كالسنى الوهاج مسلمون. ايش راح يعمل القرآن الآن؟ ايش راح يعمل امام هذه الورطة الادمن؟ ايش راح يعمل امام هذه الورطة؟ ايش يعمل الادمن؟ الادمن توهق، الادمن توهق. نشوف ايش شنو صار. عمر الى الان موجود مسلمين، عفوا، اراد ان يمنع المسلمين. بطل مالبورو يا كوراني، بطل مالبورو، ما عاد الا القبر. من اكمال فتح ايران، هذا موجود عند عمر. لكن المسألة ليست هنا، المسألة تريد تهرب من العجل، من العجل. الله يهديك يا ناصر الدين، تبي تهرب من العجل؟ انت ما تشوف العجل منطلق، ولك والله انك العجل والآدمن عجل صغيرون تحتك، ومع ذلك جاكم اسد بيمسكم من رقابك انت والعجل الصغير. وتشوفون شنو سوى فيهم ناصر الدين. عزل عبادتكم للعزل. المعروف عند المسلمين انه حديثه غير صحيح، انتم لستم من المسلمين معناه. ها روح، معناها انهم انتم تبنيتم نص ما تقوله انت في حديث الشعب يتهرب بشكل واضح من اجل لنا حق من جاء. انا بقدم الكلام هذا لان كلام مكرور وينحاش من الاجابة. اسمع الان، بيتدخل الادمن. الله يهديك يا ناصر، شنو سويت فيه؟ جاوبك عن الباقي وشكرا. لحظة لحظة، يقول جاوبني على العجل اجاوبك على الباقي، يعني ايش؟ يعني انا متورط؟ خلنا نسولف في العجل. تكفى تكفى يا ناصر الدين، اطلب شنباتك، لا تروح الموضوع البخاري ومسلم، لا تروح المسألة يعني عمر فتح ولا علي فتح. شنو اللي صاير؟ الرجال بينحاش، بيقول اول شيء نبدأ في هذه بعدين نجاوبك، بينحاش متورط. حديث الشاب بالامراض، اذا ما تثبت لنا انك ما تعبد عجل لنا حق ما نجاوبك عن الباقي وشكرا. الله يهديك، ثبت انك تعبد العجل، واذا ما ثبت
ترى الرجال ما راح يجاوبك، اهرب يا كوراني اهرب يا كذاب اهرب، حط الرابط حط الرابط يا اخوان، هذا رابط اكاذيب اللي انا يعني اذعتها ليلة العيد. لله دركم يا اسود اهل السنة، اتعبتم يعني اتعبتم، علماءهم يطاردونهم ويفضحونهم ينشرون اكاذيبهم، هذا الرابط نشرنا اكاذيبه واحشره اخونا الان في غرفتهم، هذا الرابط بارك الله فيكم. طيب اخونا الحبيب تفضل اخوي ناصر الدين، ماذا حصل بعد ذلك؟